ولا شك بأن شريعتنا ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه نبهت عليه، ولذلك جاءت من مصالح الدنيا والآخرة، جاءت من مصالح الدنيا والآخرة. أذكر قصة في هذا السياق، أن هارون الرشيد كان لديه طبيب غير مسلم، وقال لعلي بن الحسين بن واقد الطبيب الذي كان أيضا من أطباء هارون، يعني قال له بأن يعني دينكم لم يأتي بشيء من الطب وإنما أتى بأمور الآخرة. فالتفت هارون إلى علي بن الحسين بن واقد كأنه يقول له أجبه، فقال يقول الله عز وجل قد ذكر الطب في نصف آية، يقول يرد عليه قال ذكر الله الطب في نصف آية، قال وما هي؟ قال يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال طيب هذا في القرآن، لكن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لم يهتم بالطب، فذكر له هذا الحديث. وأنا أذكر هذا يعني القصة هذه يعني بعيد عهد بها، لكن ذكر له هذا الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وطبعا عندنا أحاديث كثيرة صحيحة، منها بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تدل عليها. طبعا هذا الطبيب غير المسلم قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء. جالينوس هذا الرمز عندهم في الطب، والذي يعني يعتبر المرجع في هذا، قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء.